هذا الشاب يمارس الرياضة ولديه هدف يريد أن يصل إليه وهو الصحة الجيدة، لكن إن علم بأن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لها أضرار تفوق التوقعات فقد يعيد حساباته. يقول اختصاصيون في العادة يمكن تصفية الكثير من الملوثات عن طريق الأنف، لكن عند ممارسة الرياضة بقوة فعندها نتنفس من خلال الفم للسماح بدخول هواء كافٍ، وينتهي الأمر باستنشاق كميات كبيرة من الملوثات. لكن هل هذا يعني أن نتوقف عن ممارسة الرياضة في الخارج؟ الجواب يعتمد على العمر والوضع الصحي ومستوى تلوث الهواء، بل وحتى وقت ممارسة الرياضة. ويوصي الأطباء من يعانون الربو أو داء السكري أو حالات مرضية قلبية مزمنة أو رئوية بتجنب ممارسة الرياضة في الهواء الملوث، وينصح الخبراء بتجنب ممارسة الرياضة أيضاً قبل الفجر أو في وقت متأخر من الليل، ففي هذه الأوقات تكون تركيزات الجسيمات الملوثة أعلى من بقية الأوقات، حيث تستقر الجسيمات بالقرب من الأرض.